ممتاز في الشوط الاول. الشوط الثاني تبدلت برشا حاجات، شفنا المنتخب بيجري في المقابله، شنو تبدل بين الشوط الاول والثاني؟ لا مش يجري في المقابله بركه، وشفنا قله انضباط تكتيكي، لان شفنا عديد اللاعبين ياخذوا الكره في السلطو في الهجوم، وكانوا يعتمدوا يعني على الفرديات ويعتمدوا على اللعب الفردي المفرط، يعني ما ثماش لعب جماعي. وقت اللي كنا نجموا نستغلوا الوضع ونزيدوا نسجلوا اكثر اهداف، لانه هذا يعطي اكثر هيبه للفريق. شنو فريق داخل المرحله الحاسمه المباراه الجايه نتاع البراج، وانت فايز تفوز 6 ولا 7، مش امبورطون، مهمه برشا. كنا نجموا احنا نزيدوا اكثر، ندعموا النتيجه هذيك وترجع يعني بالفائده على الفريق. حاجه اخرى يعني شفنا بعض اللاعبين حتى مونك دو ديسيبلين في بعض الاحيان، شفنا وهبي الخزري التصرفات نتاعو غير لايقه حتى مع زملائه، حتى كي يعملوا الشانجمون ثم حاجات لازم يتصلحوا في المنتخب. مثلا شنو شفت؟ ما عرفتش، كنت في الاستاد ما شفتش حالتك، شنو صار؟ لا ما كنتش في الاستاد، اما ما تغشش ميزيجي ياسر ياسر. وحاجه اخرى وراهو خرج من عمل ورقه حمراء، الحكم كان معناها متسامح معاه لاخر لاخر واحد، يعني خذا الصفره الاولى والصفره الثانيه تاع شاط الكره وقت اللي صفر لك الحكم، يعني لازم شويه انضباط شويه ضبط النفس، خاصة وهو قيد ما يلعبش الماتش الجاي. خلي ما يلعبش الماتش الجاي، ما يلعبش الماتش الجاي. باهي انيس التغييرات اللي عملهم الكبير في المقابلة، دخل كان بن سليمان بلاصة الخاوي في دقيقة 46 من المقابلة، كيف المثلوثي دخل بلاصة دراجر. بون هذوما الزوز حسب منظر الكبير كانوا إصابات، زوز من العبية توقع اتصابوا وخرجوا، دخل كيف حمزة رفيعة. شكون ربي الأولى الإصابة؟ الخاوي خرج في ميتون بسبب الإصابة، أيضا رفيعة بلاصة سليتي وبولنفان بلاصة فرجاني سياسي. تحس فما مساج من الكبير ان يستحضروا على الجلتا اللي عملناها، تقريبا البيفوات الكل اللي فما الكل دخلهم في المقابل بوست بار بوست، ما فماش غيرش، قعد مركز بمركز، كي عمل تغييرات مركز بمركز. علاه الشعلالي اللي دخل بلاصة خزري نو؟ اي فقط هذا الشعلالي بلاصة الخزري. الشعلالي مش بوست بار بوست، ما هو يدز بالرمضان ويرجع الشعلالي. هي وحتى بالرمضان مش يدز، ما ينجمش يلعب قدام في بلاصة خزري. حتى في الاسبيرونس بون مش هذا الاشكال، لكن ماهوش الاشكال الكبير، لكن المانيير والشوف العقليه انك تكون رابح بثلاثه بلاش وادفرسير ماهوش دوتاي كبير، نعملوا بيرفورمانس باهي، نكونوا 90 دقيقه. اليوم زامبي ممكن تعطيك الفرصه انك تضيع 45 دقيقه وما ترجع لكش في الماتش. ادفرسير اخر تكون رابح بثلاثه ودو كاليبر وعمل التغييرات يقلق. بركات بوت وفاتت بينالتي ما تنساش. يعني اليوم ليتا ديسبري يلزمنا نبنيو عليه، جيمي تو مخالف كليين للشوط الاول، هذا مفهوم. علاش؟ خاطر المنعب اللي يعيش ضغط كبير قبل المباراة وتحضيرها ويلقى روحهم بعد في بدا الماتش بالبدا وربح ثلاثة، تصير هكا النونشالونس مونتالمون، يصير نونشالونس، يولي في بلاصة باش يعطيها ساهلة يعمل لها هكا وتوش الزايدة ودي ديشي، وذاك اللي دخلنا فيه الفاسيليتي في تزاميتو في تونس وفي مستوى معين انتردي على الملاعبية نتاعنا انه يتوحوا في النونشالونس وبالفكرة هذاك. خاطر شوف هي سلسلة وهما دي بتي ديتاي فون لا ديفيرونس، جزئية صغيرة هي اللي تعمل الفارق. اليوم إذا احنا باش نمشيو لقدام يلزمنا لي ديتاي هذوما نقفوا عليهم، ما نكونوش سعداء برشا بالانتصار خاطر موش تاريخي حقنا، لكن حطينا روحنا تحت الضغط. لكن اليوم احنا مطالبين أن جزئية صغيرة هذيا اللي ما مشاتش معانا خاصة في الشوط الثاني ولا في المباريات الأخرانية نعملوا إجماع وسي منظر افيك ستاف تكنيك، ممكن حاجة باهية ريتها في عادل أنه خرج كان موجود، مخاطر سيمندر ما نجمش يجري وحده، ماهيش هو راهو العمل يكون متكامل بين الاطار الفني كل حاجه، في عادل يعطي نصيحه، سي جلال القادري زاد كيف هذه هي يعني روح المجموعه يذول اللي ريناه. نحب نقول انه يصير اجتماع اداره فنيه ويشوفوا اغلاطهم بوندون المباريات نتاع التصفيات الكل وين نجحنا. ثم دي شيما لعبوا بهم اكثر ممكن اللي شيما يلعبوا بهم هما معناتها الاربعه ثلاثه ثلاثه، ومن بعد غير ثلاثه اربعه ثلاثه كما نقول انا، ولا ثم وجهات نظر اخرى، ثم تغييرات. انه شيما اللي نجم ينجح به المنتخب خاصه في عوده السخيري، فورمه العيدون والفرجاني ساسي، هذوما الثلاثه اذا هذوما الثلاثه باش يكونوا في اوج العطاء نتاعهم وتختار ديما ثلاثه اربعه ثلاثه وقت اللي انت لازمك تغير، نجم تلعب بالاربعه اثنين ثلاثه واحد. هذاك الريجيسور. علاش اليوم كي يكونوا موجودين ثلاثه من اللاعبين هذوما ما نجمش تخليه على واحد منهم؟ انا واحد من الناس كمدرب نتحط تحت الضغط. العيدوني من افضل الملاعبين اللي موجودين بالنسبه لي، ستان اكزومبل في مباراه البارح الكاليتي اللي عنده كيفاش يتبلانجا ومن بعد الهدف شنو هي اللي تادي سبري نتاعو. السخيري انتو شابل بارابور اللي قدم فيه في المنتخب، وفرجاني مستحيل نعرف عقليته انه تنجم تحطه على البنك. نغار
يتقلق. يعني هنا سي منظر اذا باش تغير انت تولي تلعب دو بيفو ما نجموش نلعبوا ديما بثلاثه بيفوات. يجيك ماتش باش تلعب دو بيفو كيما مباراه البارح، كيفاش باش يتم التعامل مع الظروف هذه؟ سي منظر يعمل اجماع ويقعد مع الاطار الفني نتاعو يشوف وين نجحنا وين اخفقنا. خاطر راهو يا سي منظر الماتشات هذوما عطاوك فرصه باش تصلح. غدا نلعبوا ماتش على روتو يا ننجحوا يا ما ننجحوش. ولا خلينا نكمل معاك نفس السؤال للثلاثه. برشا الضغط كبير على منظر الكبير، فما حتى برشا ناس طالب انه يزيه يقول لك اليوم في المنتخب. حناخذ رايكم الثلاثه في الموضوع. نبدا معاك انت يا نيس، كمل معاك وبعد نمشي نشوف. انا خليني ساعه نقول انه لحد هذه اللحظه مهما تكون المانيير سي منظر ناجح بالارقام. النتائج والارقام تؤكد نجاح المدرب هذا. عندنا بعض النقد على المستوى الفني في بعض في جل المباريات، على المستوى الفني والدخول في المباراه وكيفاش التعامل مع المنافسين نتاعنا وما نعطيوش اكثر قيمه. موريتانيا احترمناها برشا في موريتانيا، غينيا احترمناها برشا. لازم تكون عندنا كاريزما نتاع منتخب يوصل في ساعه ويسجل ويكرازي لازم يقعد ولا يمشي في الوقت الحالي. ليه يقعد يكمل سامي؟ شوف المباراه هذه نتاع زامبيا جات بعد تعادل مع موريتانيا، بعد هزيمه ضد غينيا الاستوائيه، جاءت ايضا بعد تشكيك ونقد كبير في نوعيه اللعب تاع الفريق التونسي واختيارات المدرب الوطني. اليوم من 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 اليوم حتى المارس، من اليوم حتى المارس، اليوم يدوري المشهد قدامه من اليوم حتى المارس. بيان كو انت تتكلم على الجوالات هذوما من هوني المارس، معناتها سي معناتها سي تي نوتري استوار. شكون يبدا في فورما يبدا في فورما ثم يكون واحد بيسي واحد في الباركور نتاعو كل غلطت في الاختيارات، في الاختيارات وطريقة اللعب تاع الفريق الوطني ماهيش مطمئنة وماهيش حلوة. دونك اليوم كان مش يقعد ويلزم يقعد، ما تنجمش تبدل توا شوفوا يقعد بشوية اي، لانه شوف شوف هي الحلم الكبير. راهو خليني نحكي لك مثالش نتكلموا حاجات نحن ما بيناتنا نعرفوا الكرة شوية. هو الحلم الكبير نتاع الوديع الجري يمشي لقطر ويهز معنا بالمعلول ونشوفوا نحن الضغط في اللي ريزو سوسيو، في اللي ريزو سوسيو، ولو ما تهزش هذاك ولو هذاك ولو ما تهزش هذاك. هذاك الحلم نتاعو نبيل معلول يعني في الكويت. قلت الحلم نتاعو يا اخي ما يخرج، ما نجمش يخرج من الكويت. كان ينجم يجيب اسمعني باش نكلمك، اسمعني باش نكلمك. هذايا 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 الحلم، معناتها الحلم. شوف اللي وراه، اللي وراه معناتها منظر كبير. صحيح النتائج موجوده، لكن النتائج موجوده شكون لي زادفيرسير نتاعنا؟ اي شكون لي زادفيرسير نتاعنا؟ بطريقته باختياراته هذوما الى يومنا هذا خلاف الشوط الاول نتاع مباراه البارح يلزم يعاود يراجع نفسه. باهي جاوبني على سؤالي، يقعد ولا يمشي؟ لا لا بالنسبه لي انا يقعد. يكمل باهي ما تنجمش سواجدي. لا هو شوف شكون واقعين يعني توا في الظرف هذا ما تنجمش تنحي المدرب. تنجمش عنده ماتش ديسيزيف، عندنا البطوله العربيه اظن قبل فهمتني، عندنا ماتش ديسيزيف في مارس اظن سامي الماتش في اظن 18 ديسمبر تصير القرعه باش نعرفوا شكون باش نواجهوا، ومن بعد الماتش باش يجي في مارس. دونك عندنا وقت يعني، ويلزم توا منظر كبير يراجع يعني نفسه في عديد الاختيارات. انا حاجه واحده، انا كان جيت انا رئيس الجامعه نقول له منظر كبير نجدد الثقه فيك، لكن حاجتين نحب نشوفهم في الفريق. نحب نشوف شويه استقرار في التشكيله. علاش الاستقرار في التشكيله؟ في التشكيله وحتى في طريقه اللعب، لانه ذاك اللي يعمل الانسجام. راه كل مره تبدل خطه، كل مره تبدل ملاعبي، مره هاو دراجر، مره هاو اسمه وجدي كشريده، مره هاو سليتي، مره ما نعيطش للرفيعه ومن بعد نعيطه بعد ثلاث ايام. هذه يخلي الفريق ما ثماش انسجام. نطلبوا في الاستقرار في التشكيله وفي طريقه اللعب، ونطلبوا زاده في الانضباط التكتيكي في الملعب مباراه كامله، لانه باش نلعبوا تو مباريات صعيبه والفرق الصعاب اللي ممكن في مستوانا واقوى منا ما تنجم تفوز عليهم كان بالانضباط التكتيكي. ديما انا توجور ايتي ليكيب ناسيونال تاعنا كانت قوتها في الانضباط التكتيكي نتاعها. كنا نلعبوا لعبنا في كان 2004، لعبنا مع السنغال وما ادراك، ولعبنا مع نيجيريا وما ادراك، ولعبنا مع المغرب وما ادراك، فزنا عليهم بالانضباط بالقلايب وباللعب والتكتيك، لكن الانضباط التكتيكي كان موجود في الفريق. يعني هذا مهمين برشا، نقطتين الاستقرار في التشكيله والاختيارات مع التكتيكيه والانضباط التكتيكي نتاع اللاعبين يزم يفرضهم منظر كبير باش ينجم يوصل. نحكي نسالك على الانسجام، نحكي عليه